بدأنا منذ صغرنا رحلة العلم والتعلم في حياتنا. دخلنا المدارس، لعبنا واجتهدنا وفكرنا، وكبرت طموحاتنا والتحقنا بالجامعة الأمريكية في الإمارات بأحلام كبيرة وأهداف سامية نعمل المستحيل لتحقيقها. تعلمنا وأخطأنا وتعلمنا من أخطائنا لنصل إلى غاياتنا. كل يوم كان بداية جديدة لنا، كفاح وتعب وبحث وتفكير وتحد. مررنا بلحظات يأس وأمل، إلا أن طموحنا لم يتوقف ولم نستسلم حتى نحقق أهدافنا، وكان للنجاح بعد التعب طعم آخر. قضينا أوقاتا ممتعة لا تنسى، احتفلنا، أقمنا المهرجانات، أنشأنا علاقات جديدة كل يوم، سعدنا بالحضور والمشاركة في مهرجان السيارات وعرض الأزياء، احتفلنا بكل يوم عظيم لدولتنا الحبيبة التي هي أساس نجاحنا وتطورنا. وفي اليوم الذي نتخرج فيه يبدأ فصل جديد من حياتنا، نكتشف لذتها ونستمتع بالنجاح ونرى الدنيا بمنظور آخر. إنها بداية لمرحلة جديدة على الرغم من كل ما مر بنا. نشعر أن لدينا الكثير كي نقدمه لدولتنا الحبيبة، وفاء وعرفانا بالجميل يدفعنا بقوة إيماننا بشعار جامعتنا: لا شيء مستحيل. إنه لفخر لنا أن يطلق على كوكبة الخريجين منا دفعة عام التسامح.